واخا ما غاديش تفهمي. قالت لا، قال لها غادي تفهمي بزز، وضرب على الهن، خرج لها الجنوي من اللار وبقى كيشلخ فيها من هنا، خرج لها الجنوي من اللار وبقى كيشلخ فيها من هنا. دخلها العشرين غشت قال لها ما بغيتيش تفهمي راسك. قالت لي سير بعد مني، انت ماشي خيطه وانا ماشي بلاتك. قال لها واخا ما غاديش تفهمي. قالت لا، قال لها غادي تفهمي بزز، وضرب على الهن، خرج لها الجنوي من اللار وبقى كيشلخ فيها من هنا. طاحت بنيتي بموتتها، هزها كتماخد العشرين غشت، ليرجونس ديال العشرين غشت، ما بقاتش حتى ربع ساعة وماتت. هذا هو خويا، ولهذا بغيت جنرات الملك يوقف جنبي، بغيت جنرات الملك يعطي أقصى عقوبة، أقصى عقوبة باش يبرد لي هاد العافية اللي شعلها فيا. راني تكويت عوينة وحدة هي اللي خدامة عليا وعلى بوها في السكر. وي أختي كانت توجد. الحمد لله الله يجعلها حسنة ربي يا رب. الله يرحمها ويوسع على ضيقتها. امين وليدي، امين امين. ما جاوش عندك العائلة ديال المجرم هذا؟ لا، ما جاوش عندك. ولا العائلة مبيسة. سمعنا بأن مرت بوها جاتها الصباح كتبكي. لا، مرت بوها ما عليها والو، خاصم معاهم. تانا دار بجدة مشدود عليها 5 سنين. خونا الدم. ولا عرف 5 مليون. يا مسكينة. سمعتيني؟ يعني هو فايت مشدود في الحال 5 سنين. والحشيش اختي والفانيد الكيف هادشي كله جاي. قال لها غنجي لداركم. قال لها اخوها الا مشيتي تاجتي ما انتي اختي، ما انا اخوك. حنا قال لها غنعيشوا معاه بزناس صافي. ترد عليه الكذوب اللي قال هذاك العساب اللي راه كنت سالا 15 كيلو. بعد انا وليدي هو خدام بعدا. انا اللي فنيت عمري على ولادي، حجبت على ولادي 46 عام وانا خدامه في مفار ديال الدواء. ابو غد واخد ديال الدواء عنده الفلوس باش يصرف عليها. قولي انت لا خدمه لا رجمه، لا خدمه لا رجمه، كياخذها من عند عماته وبنات عمته. ويا امي انت خويتي، ويا امي انت خويتي، انت مشات اختي. وكيهدد فيها، هددها قال لي الا ما خرجتيش عندي غدا نعرف ما غندير معاك. قالت لي سير عطيني اتساح، راه ما بقاتش بيني وبينك هضره، راه غادي يخرج لك خويا ولا يخرجوا لك خوالي، راه غادي يفرتوك. خرج خويا الصغير وخرج لقاه داير هذاك الزيف ديال الفلسطينيين ودير كاسكيطة ودير داير البافيت. قال لي هذا راه ناوي على خزيت. قالت لي يا حبيبي راه كيتبعني حتى الخدمه وكيهددني. ايوا السلام عليكم اخويا. كيفاش تلقيتوا الخبر ديالك؟ اش غنقول لك اخويا، هذا الخبر ما باغي تلقى اي مسلم ما يبغيش يتلقى بحال الخبر. فاجعه تحطات علينا والحمد لله على كل حال. هادشي اللي غنقول لك، فاطمه الزهراء كانت خير الناس، كانت انسانه حسونه وطيبه وخلوقه، كدير الخير بزاف لدرجه ربما مشيت وحده الدار وشفتوا الساكنه اش دايره عليها، وشفتوا الناس كلشي اش دايرين عليها، ولكن لله ما عطى لله ما اخذ، قدر الله ما شاء. كيفاش توقعت ما عندكم شيء؟ انا خويا انا بنت عمه، انا كنسكن بعيده عليها، اللي كنعرف ان هذا السيد كان باغي ياخذها والدار رفضوا، وملي سمع بانها بغات تزوج تلقى لها في الخدمه، عيط عليها هي كون خافت على خدمتها وداك الشيء، يمكن خرجت عنده واستدرجها وقتلها. واش كانت شي علاقه قبل بيناتهم؟ دابا الناس كيقولوا الاشاعات كثيره ما يمكنش تصدق. انا كنقول لك على حسب اللي ما فاهمه انا، اشاعات كثيره ما يمكنش كلشي تصدقوا باش كلشي تكذبوا. كان باغي السيده ياخذها فهمتيني، ولكن هو ما لايقش للزواج فهمتي، كان دري واضح ونقي وعنده تصرفات حسنه وخدام، علاش ما غيعطيوهاش ليه؟ علاش؟ ولكن حتى الوسط وفين كيعيش هو ما يمكنش لدار عمي يعطيوه الدريه. واش فهمتي؟ كيفاش تلقيتوا الخبر؟ اش غنقول لك يا خويا، اش غنقول لك فاجعه وزات علينا داك النهار. انا بعدا تصدمت وبقى لحد الساعه مصدومه، حيت انا قبل ما تموت بنهار انا كنهضر انا وياها باش نمشي معاها عند التريطور باش تشد نصيبوا البسطيله وداك الشيء، ولكن ما كتبش الله. كنت توجد يا شيخ؟ راه عندها الخطبه، هي راه عندها الخطبه، غتخطب لا سمانه بخوشه، غتكون عندها الخطبه.